صبري بطل عني سائل، ناس بتفكرني مرتاح وسعيد وانا بالحيط عم بخبط راسي، واذا جتني لحظة بنبسط فيه تلحقني وراها بلاوي. كله مشاكل مرحبا. بعام 2011 أطلقت فرقة هيجان وكان ألبومها الأول تحت عنوان يا بوي. اليوم إحنا موجودين في عقر دارهم وفي المكان اللي بتدربوا فيه حتى نتعرف على هاي الفرقة بشكل أكبر. اليوم معانا فردين من أفراد هذه الفرقة. نبلش من عندك، تعرفنا عن حالك وإيش بتعمل بالفرقة. أنا اسمي محمد دريع، إلكتريك جيتارست. و أنا اسمي علاء وهردي وأنا المغني وبعزف كيبوردز في الفرقة. طيب علاء، من عندك بدك تحكي لنا شو هي نقطة البداية كانت لها يجان ومن وين إجا الاسم؟ أنا الشباب بعرفهم كلهم من وقت ما كنت بدرس جامعة في الأردن، كنت متعرف عليهم وكنا عازفين مع بعض في أماكن مختلفة. لما قررت اني بدي ابلش فرقة وكنت بألف شوية اغاني، فجمعت الاصدقاء اللي كنت بثق فيهم اكثر وكنت بحب اعزف معهم اكثر، وقررنا نأسس الفرقة هاي. الاسم جت عشوائيا، كونه كنا يعني نجتمع بطاقة هائلة وكان كل مرة نشوف بعض بنهيج مع بعض. خصوصا محمد دريع هو اكثر شخص عنده طاقة، عنده هيجان. نعم، عنده هيجان، فسمينا الفرقة اسم هيجان، اسم كاتشي. طيب شو بتحكي لنا عن هيجان ببداياتها؟ والله يعني هي زي ما علاء اشرح لك، فعليا هي بلشت اول اشي انه انا وعلاء تعرفنا على بعض وانا لما كنا بالجامعة، يعني هو كان بجامعة وانا بجامعة، فعن طريق صديق تعرفنا على بعض وعملنا اغنية مع بعض اللي هي اول وحدة اسمها يحويني، بس بفيرجن عملناها انا وعلاء لحالنا هيك قديم كتير. اوكي. بعدين لما شفنا الموضوع هيك حماس وكل حدا حوالينا حب الفكرة، وكانت لسه أيامها يوتيوب لسه هلأ صاعد وكل الناس عم تتطلع، فقررنا أنه يلا ليش ما نعمل باند ونكبر الموضوع ونعمل يعني يحوين فيرجن فول باند، يعني ليش ما نسوي هيك، ومنها انطلقنا وبلشنا الألبوم يعني كباند. يعني علاء، أنت عندك مواهب متعددة خصوصا فيما يتعلق بالصوت وكمان تقليد الآلات، خلينا نحكي وبتلعب بكل الآلات أو معظمها، يعني في عندك آلات كعزف؟ لا بعزف. لا مش كعزف، بصوت. تقليد صوتي. بصوت وكمان تكتب كلمات. يا مزبوط. صح مزبوط. ليش برضو اخترت الروك؟ الموسيقى العربية التقليدية الموجودة على الراديوهات والتلفزيونات في منطقتنا لا تقدم الجديد بنظرنا احنا، يعني هيك في قالب معين تتكرر، فاحنا كونا اشخاص متاثر بالغرب يعني، فكنا متاثرين في موسيقى الروك والاجنبي، وفي نفس الوقت حابين نعمل موسيقى تخصنا نحن، تخص ثقافتنا، فهذا الدمج اللي عم نحاول نوصلها، الموسيقى اللي احنا متاثرين فيها مع اللغة وطريقة الغناء العربية اللي احنا بنحبها بقالب مختلف عن الموسيقى التقليدية الموجودة على الراديو والبوب ستارز اللي احنا بنعرفهم يعني. طب احنا فهي الفكرة من الموسيقى يعني. بما اننا بنحكي عن الاختلاف، انت بلشت بالأكابيلا. نعم مزبوط. اشرح لنا اكتر عنها ومن وين، كيف شفتها بحالك؟ فكرة فيديوهات الأكابيلا انه بعيد أداء أغنية معينة موجودة باستخدام صوتي فقط من غير استخدام أي آلات موسيقية، والفكرة هاي شفتها أول على اليوتيوب، كان في واحد مسويها أمريكي، فخطر على بالي أعمل نفس الفكرة بس على أغاني عربية وأغاني هندية ولغات مختلفة، فهيك بلشت يعني أسوي على اليوتيوب. محمد، من عندك بعد انقطاع طويل رجعتوا بألبوم جديد بعام 2019 بعنوان خسوف الأرض. صار انقطاع طويل. نعم، أنا صرت أعزف مع فرقة عزيز مرقة، عدي شواك في الجيتارست الثاني بلعب مع مربع، أمجد شحرور البيسست بلعب بزائد ناقص، علاء بمشروع يوتيوب وأنا مع عزيز، فالتهينا.
صارت صدفة انه نزلنا ساوند كلاش ريد بول اللي هي 2016. كنت انا بلعب مع عزيز مرقة وكان قبلنا جدل، فبهذه الفينيو فعليا من هيجان وجبنا علاء جست من برا، فصفى بالفينيو نفسها في موجود انا وعلاء وحكم اللي هو مع جدل كلياتنا مع بعض. فريد بول نفسهم سألونا الثلاثة انه انتوا وينكم، وين غيابكم، ليش كذا كذا، يعني وينكم من 2013 هلا ما في اشي لهيجان. وصارت هيك الصدفة انه حكينا انه يلا دعم منكم وشغل منا بنطلع بالألبوم الثاني، يعني مش الموضوع انه ما بدنا، هي بس انه كل واحد التهى بشغله يعني. فصارت صدفة وزبطت يعني، من يوم ساوند كلاش زبطت الأمور وعملنا الألبوم الثاني يعني بلشنا شغله وهياته طلع بشهر واحد. طيب ريد بول هي حاضنة للموسيقى البديلة في الأردن ودائما عم تشتغل على مهرجانات. ايش بتحكي عن الشراكه بينكم بين ريد بول، خصوصا انه حكيت هم كانوا داعمين ل 100%؟ انا الصراحه يعني اول شيء بشكر ريد بول طبعا، انه لانه الالبوم الثاني صار كله هيك بنكشه بلشت من عندهم يعني، اللي لما حكينا وهم اللي ندونا وسالونا وكذا وشجعونا ورجعنا يعني. فانا صراحه بشكر ريد بول، وصراحه هم كثير اكتيف موسيقيا وعم نشوف ايفنتاتهم انترناشونالي، يعني هم من اهم ايفنتس عم بتصير وبريزنتبل ويعني من كل النواحي، شو زائد انتاج. فا 100% أنا بشكر ريد بول صراحة. طب على آخر سؤال، في جديد إشي لهيجان بعد الألبوم هاد؟ نستنى إشي جديد قريبا؟ هاي كمان سر بقدرش أقول لك. كمان سر؟ لا جديدة حاليا، لم نخطط لشيئا بعد، ولكن ممكن طبعا يعني اكيد ان شاء الله هذا بكون حافز كمان من خلال الانترفيو هذا. اكيد احنا حنشتغل اشياء يعني في المستقبل يعني، بس حاليا ما في خطة معينة. ان شاء الله جود لك لكم جميعا، الافراد اللي معنا وكمان اللي ما كانوا قادرين يكونوا معنا اليوم. 100% بنتمنى لكم توفيق بقادم الايام، وان شاء الله بنشوفكم على اكبر المسارح العربيه والعالميه وبتمثلوا الاردن خير تمثيل. وشكرا لكم لانكم عرفتونا عليكم اكثر وبقرب. شكرا لكم وشكرا لرؤيا، لانه هاي فرصه حلوه كانت صراحه يعني، ما عمرنا قعدنا مع رؤيا وحكينا وكذا، فشكرا لكم انكم مهتمين بالموضوع.